بالفيديو اللي قبل شفنا لما يكون عندي الايل البولي ايكوال لزيرو كيف يطبق الرول الاكسلريشن لطلع الاكسلريشن اوف ا سيستم باسرع طريقه. طيب وات اباوت اف الايل البولي ديفرنت فروم زيرو؟ بهذا الاكزامبل معطي انه الايل البولي ايكوال 10 كيلوغرام دوت متر سكوير. اوكي شو اللي بيختلف هون؟ اكشلي الاختلاف الوحيد رح يكون بالدينومينيتر سميشن للماس توتال، لانه بهيدي الحاله الماس للبولي ديفرنت فروم زيرو، فلازم زيد انا بالدينومينيتر الماس للبولي. بس هل بقول بس بلس ماس بولي ولا لازم زيد الفورم للبولي للاي للبولي بدون الماس بدون الراديوس؟ بمعنى انه لو افترضنا انه الاي لهيدي البولي بتساوي نص ام ار سكوير، هل بقول بالدينومينيتر بلس ام للبولي ولا بقول نص ام؟ رح اقول نص ام. اول شيء رح فرجيكم مثل قبل شوي مثل بالفيديو اللي قبل كرول سريعه اكسلريشن شو بتساوي؟ نفس الشيء ام بي جي عشان الموشن بهيدا الاتجاه ماينس ام اي جي على ام اي بلس ام بي بلس اي للبولي without الراديوس، معناتها كانه الاي للبولي على ار سكوير اللي هي شو بتساوي الاي للبولي على ار سكوير اللي هي نص ام. حفرجيكم هيدا الرول من اجت كمان. اوكي نفس الشيء اول ايكويشن نيوتن سكند لو على الام اي، نيوتن سكند لو على الام اي على بلوك ام اي، هيدا الام اي ام اي جي وهيدا تي 1 هيدا تي 2 وهيدا ام بي جي. طيب بلش على الام اي شو عندي؟ ماينس ام اي جي بلس تي 1 اوكي او تي ام مثل ما تكون ايكوال ام اي اي، هيدي اول رول. تاني ايكويشن بلس ام بي جي ماينس تي 2 هون ايكوال ام بي اي. ثالث ايكويشن هونيك شفنا انه تي 1 ايكوال تي 2، هون تي 1 نوت ايكوال تو تي 2. بس شو اللي بيختلف؟ عندي السميشن للتورك هون ما عادش صار بتساوي زيرو مثل بالكيس اللي قبل عشان الاي للبولي ديفرنت فروم زيرو، هون الاي للبولي ايكوال 10 ايكوال اي الفا. نحن بنعرف انه الاي ايكوال ار الفا رايت بالبولي ايكوال اي ملتبلايد باي اي على ار. thus التورك عندي اني هيدا التي 2 وهيدا التي 1، التي 2 will make a torque for a torque which is moving بالpositive direction تبع البولي، معناتها بحط اني plus تي 2 multiplied by r minus تي 1 multiplied by r equal i multiplied by a على r. If we divide by r هيدي الايكويشن، if we divide by r شو بيطلع معي؟ plus t2 minus t1 equal i على r square multiplied by a right. هيدي تالت ايكويشن. هلا اذا بدي اجي اجمع ال1 وال2 وال3 شو رح يطلع معي؟ ال t1 will cancel مع minus t1، t2 minus t2 will cancel with t2. If I add 1 plus 2 plus 3 what will I get؟ اللي حصل عليه هو mbg minus mag equal to ma plus mb plus i على r square into a. معناتها acceleration لهيدا السيستم شو حيطلع بيساوي؟ mbg minus mag على ma plus mb plus i على r square مثل ما قلت لكم بالرول اللي فوق same as the rule هيدا. so لأني اللي عملته هلا هو قلت انه forces ال a equal summation of force with the motion اللي هن بهالحالة mbg minus ال against the motion هن mag. ال t1 وال t2 مثل ما شفنا they will cancel each other، هيدي ال t2 مع هيدي وال t1 will cancel مع هيدي ال t1. okay so I will get
مثل الرول اللي شفناها بحالة الايلال بولي ايكوال لزيرو، بس الاختلاف عم يكون بالدينومينيتر. لازم احسب ايلال بولي على ار سكوير كأنه الفورم للبولي للايلال بولي without الراديوس. تشيك عشان الار من القيمة. بالنهاية اذا ما نجي نفكر فيها الاكسلريشن ك هي الاس اي يونت متر بير سكند سكوير اور فورس اور نيوتن نيوتن بير كيلوغرام رايت. فورسز هن نيوتن والماس هن بالكيلوغرام، فعشان هيك مش لازم يكون في عندي راديوس تحت بالدينومينيتر. لو في راديوس كنت قلت نيوتن بير كيلوغرام دوت متر سكوير، غلط، عشان اس اي يونت للاكسلريشن هي نيوتن بير كيلوغرام. اوكي هيدا الاكسبلانيشن كيف بدي طلع الاكسلريشن ان كيس اوف البولي ما كانت ماسلس. حنحل عليهم اكتر اكسرسايزز ونزلهم على الشانل. ستي safe.